تيستغل هذاك الشاب. هذه اللي الشيء اللي تيقول هو قال لك وتعرض للعمل. اشنو وقع خويا العزيز؟ والوالده ديالي راه قالت لي راه غادي نتزوج وتكايه وتشفرت لي مليون ونص هز عليا من الدار. شكون اللي شفرها لك؟ هو كيفاش تشفرات لك؟ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في هذا البث المباشر من مدينه اض. يعني جاي عاود القصه ديالو الواقعيه. الام ديالو قالت لي ولدي بغيت نتزوج، تزوجت بواحد الشاب اللي هو ولد 86. الام ديالك فاش زايده؟ 76. يعني فايت ولدها عيب شي حاجه قليله. الابن ماشي هذا هو الموضوع ديالو، قبل تزوج بامه، ولكن الغريب في الامر كيف ما صرح الابن قال لك بان امي تيستغل هذاك الشاب. هذه اللي الشيء اللي تيقول هو قال لك وتعرض للعمل. اشنو وقع خويا العزيز؟ والوالده ديالي راه قالت لي راه غادي نتزوج وداك الشيء. وانا كنت خدام في شركه بحالك. قلت لها لا علاش بغيتي تتزوجي زعما سيري عيشي انت وياه وداك. قالت لي لا غادي يدخل هنايا للدار وداك الشيء. صافي بقاو كيدووا معايا العائله وهذه. قالوا لي راه امك راه دارتها الحلال وهذيك ما دارتش شي حاجه اللي خايبه وداك الشيء. صافي مع الايام تاقلمت بقينا غادي. تاقلمتي بزز عليك قلت بزز منك. يعني الولد واش باقي شاب ولا صغير ولا كبير؟ زيد في 86. يعني مازال صغير؟ باقي صغير ومجوج وعنده بنات ومطلق. هي الوالده ديك تزوجت بالحلال. ولكن اشنو هو الموضوع اللي عندك انت اللي جيتي عليه اليوم قلتي لي انا اللي تنصرف؟ ولا دابا انا كنت خدام وانا خرجت على حساب دابا هو كي سميتو كي كيصرف باش نصرف عليه وداك الشيء فهمت. هو كيعطي 10000 ريال. دخل عطى المره الاولى 10000 ريال، مره وحده عطاكم 10000 ريال. دخل صافي شهورات الاولى والثانيه كيعطي السيد 10000. انا كنت كنخدم الوالده كنعطي اكثر من 10000. يعني انت تنفق على الوالدات ديالك وعليه حتى هو. واخا فين كاين المشكله ولدي اللي قلتي لي انت انا عندي واحد المشكل ديال مشيتي درتي شكايه؟ علاش درتي شكايه؟ وتشفرت لي مليون ونص هز عليا من الدار. شكون اللي شفرها لك؟ هو كيفاش تشفرات لك مليون ونص؟ وخبي عنده واحد الفلوس حس كانت دارت واحد العمليات وعندها فلوس كانوا عندها خطيتهم لها تخدم بهم. دابا ملي انا خرجت من الخدمه قالت لي واد خرج قلب على خدمه باش نتعاونوا وداك الشيء. الوالده قالت لي هذاك حاسبينه بحال العائله ودايرين فيه الثقه كنخليوه في الدار وداك الشيء. الوالده ديالك مراه كبيره؟ لا باقا صغيره زايده في 76. يعني بشحال يكون عندها في العمر ديالها؟ تكون عندها شي 48 ونص. 48 سنه. هو شحال يكون عنده في العمر ديالو؟ زيد في 86. يعني 38. يعني مفوتين ب 10 سنين. يعني انت كنتي تمشي تخدم وتجيب الوالده. انا وياه ملي دخل هو خرجت انا من الخدمه. ما بغيتيش تصير؟ لا. درتي المشاكل في الدار مثلا؟ لا انا ما نصيرش على راجل. وما يمكنش انا نعطي لامي ويجي واحد انا هو كيجيب بنات وكيجيبهم لينا. واحد المره راه خلاه معايا يونس. ياك. يلاه في العطله. في العطله. خلي معايا هو بناته. بناته. انت تصرف عليهم؟ لا عيب تخلي معايا بناتك في الدار. ما نصرف عليهم. بنات صغار ولا كبار؟ وصغار. يعني انت ما لقيت راه طرا شي حاجه تولي انا غادي الحبس ولا ما حاولتيش تهضر مع ماما تقول لها؟ معاك وهي تقولها لي قالت لي ما تبقاش صافي ما تبقاش تجيب بناتك. ومرتو الاولى خليهم. قلتي لي بان السيد راه مجوج. راه مجوج ومطلق. ومطلق ياك. قلتي لي بان فيك انت حاط الفلوس اللي تسرقوا لك. دابا هي ملي حس الوالده قالت لي تقلب هذه الخدمه قلت لها راه ليا بركه نشري شي موطور حيت لقيت واحد الخدمه في عين الدياب. وطلبوا لي موطور. الوالده كنت كندوي معاها وداك الشيء وهو ويجي ويتدخل. قلت لي انت خرج من هذاك السوق انا كندوي انا والوالده وداك الشيء. شكرا خويا. صافي الوالده قالت لي راه لاعب لي على قرعه. مليون ونص راه غنجيبها ليا. حطاتها عنده هو. خباها السامسونيت. ملي جات دارت لي قلت للوالده قلت لها فين هذيك اللي قلتي لي قرعه وداك الشيء. قالت لي راه عنده هوايه. قلت لها واش دابا جايبها لي انا ولا حطها عنده هوايه؟ وقلتي لي بان قالت لك ماما كديها ولدي للبنكه. علاش ما ديتيهاش للبنكه؟ وانا نكمل لك دابا ملي جات عنده قالت لي راه ولدي راه قال لها ماك ما تقشيش فيا. خداتها من عنده. خداتها من عنده. ملي خداتها من عنده عطاتها لي قالت لي سير ديها حطها في البنك.
وانا ما حطيتهاش ونس خبيتها في الدار. يعني خبيتيها في الدار وقلتي لماماك بان هذيك المليولون جات جات واحد المره من الخدمه وهو كان سولاتني قالت لي واش حط، قلت لها راه حطيته في اكسيا زعما انت حطها في الدار وانا راه مخبيها تقول دابا حتى الوالده بحال شمتها يعني تشفرات شمتنا بجوج انا تيقاتك ماماك ولا ما تيقاتكش؟ وراه تيقاتني الوالده معرفاني ما تشفرش. لا عارفاني ما نكذبش على فات ياك حس هي ملي كانت ملي انايا وقفت على الفلوس وقلت لها الو الواليد راه واقف على واحد الفلوس باغي نديبان نمشي لعايبه ما بغيتش نقرب من مليون. قالت لي ما عنديش ملي شيش باغي ناخذ منه واحد 100 درهم بحال صرفق شيلي ياك في الباص اللي لقيت لقيت الجوا وهما كانوا في حد دوبلور هزو خلى الجوا ديكلاريت يا ولدي ولا ديكلاريت وانا الوالده ديك الساعه يلا خرجت من الخدمه يعني كون بغيت نكذب عليه وصونيت عليها قلت لها الو الواليده راه الفلوس تهزوا لي ويتغوش اشنو قالت غوتات حدا السيده يلا خارجه من الخدمه قالت لي اش كتقول هي قالت لي حاطه في البنك قلت لها راه مخبيها في الدار هو صونات عليه قال لي انا ما بدير لك والو ونزيدك واحد الحاجه يونس انا ملي قلبت على سميتو المليون ونص هو راه 3 ايام الاخر ما كاينش في الدار انا كنجي كندخل لبيتي ملي قلت لها الوالده قالت لي هو راه هاز حوايجه وخرج 3 ايام ما كاينش في الدار يعني 3 ايام هو خارج انا الجمعه قلبت على الفلوس هو خرج نهار واش باقا ماماك عايشه مع هذا الرجل؟ لا عايشه معايا انا هو راه هود هز حوايج ولتحت واش بغيت يطلق ماماك ولا مازال؟ وصل الطلاق ولا ما وصلوش؟ دايره مع الوالد على حساب خصو يخلص النفقه بيناتهم داك الشيء على حساب انا كنهضر على الفلوس اللي مشاو ليا انت بغيتي رزقك مسؤولين يطلع مسؤولين وقفوا معايا انا دابا ما خدام ما والو مريح راه الشمت واعره يونس راه كون اي واحد كنت عاود له الفيلم كيقول لك راه انت خرجتي بوجه مكشوف يعني بغيتي توضح هذا الشيء اللي وقع لك انت ما فاهمش راسك كيفاش تشفرتي وكيفاش مشاو لك ما عمره وقعت لي 28 عام ما عمري مشيت لابيجي ولا محاكم توليت كنمشي لهم دابا سول المحكمه راه يومين كنمشي لها راه عيت عييت يا خويا عييت قالوا لي خاصك شنو المطالب ديالك؟ لا ان شاء الله غتاخذ الحق ديالك، اشنو هما المطالب اللي تطلب انت؟ وكنطلب من المسؤولين يوقفوا معايا ويشوفوا شي خدمه باغي نخدم رانا دابا راه مريح خرجت من الخدمه وماشي ليا فلوس راه شنو بغيتي تقول لماماك؟ اه؟ اشنو بغيتي تقول لماماك؟ ماماك اللي انت قلتي لها امي وانا الوالده مسكينه راه بقى فيها الحال راه بحالنا بجوج هذاك الشيء اللي دابا كنحس به كتحس به حتى الوالد قالت لي انتيا كذبتي عليا كان عليك ديال البنكه قالت لي سير عطيتها لك سير حطها في البنك قالت لي انت مريح قالت لي انت مريح قالت لي علاش قلت لك سير حطها في البنك ندمت ندمه ما عمرها غتبقى تعاود ليا يونس ياك لا حول ولا قوه تبقى ولديك بارطاجيو الخوت الله يجازيكم بالخير هذا الشيء مؤسف يعني هذا الشيء خوتي راه حقيقي هذا الشيء راه ما فيش الزواق ولا الكذوب دابا حنا بكثرة القصص ديال الواقعيه اللي تنطلعوا مع الناس تيقول لك راه هاد الناس عاد تيجيو يكذبوا واش كاين شي شاب بحال هذا اللي غيجيب وجه مكشوف يقول لك امي كانت مزوجه بواحد السيد وما بغيتهاش تتزوج به منين مات باه وفي الاخر ذاك السيد قال لك مطلقه من الوالد صافي من ميتش مطلقه كانت عندي 3 سنين صافي الوالده ما تفاهمتش معها طلقات يعني قالت لك بغيت الحلال الرسول انت عرفتي امك قلتي لها ما تتزوجيش ام عرفتي ولكن انت ماشي قلت لها سيري عيشي معاه ما غاتقبلش اي واحد ما يتقبلش انت ما تقبلتيش راجل غريب غيدخل وسط العائله ويعيش معك في الدار ويعيش ما يمكنش شحال ديال المده وانت عايش معاه في الدار عايش معانا شل داك سميتو شهر 11 انا تزوجت الوالده في شهر 6 شهر 11 خرج كنتي تاكل تشرب تضحك معاه تخرج لا الوالده لا وما كان سلام السلام صافي صافي كنتي عارف بلي غتوقع شي كارثه ما كاينش كنسحاب انا غتوقع عليا بحالك كاينش كنسحاب غيدير لي انا بحالك هو قاري دال الشفره قرا ليها بلا ما خلاش لك الدالي قالت لي الوالده ما تسولش خلينا كنتحاسبوا عائله فيما يبغي يدخل يعني قلتي بحال با وهو دابا حتى هو ندخل لي نهز لي شي حاجه ديالو هذاك الشيء لا ودرنا فيك الثقه يعني درنا فيك الثقه دخلناك وعطيناك الوالد الدار وكتاكل وكليتي طعامنا وفي الاخر غدرتيني بحال هكا راه حشومه حتى راه عندك بنات فيك الحاله غيجيب لي غير بقى فيا الحاله شوف اخويا الدموع عينك تنشوفك اخويا علاش ما غيبقاش فيا الحاله يا خويا تنشوفك اخويا انا راه غناخذو عند الله تنشوفك اخويا مؤلم دريري زويون تبارك هذا الشيء اللي كنحس به يونس حتى هو راه غيحس به حتى هو راه عنده ولاد ياك اخويا راه كيف ضحكتي عليا انا غيجيب الله اللي غيضحك لك حتى على بنات ياك اخويا وما تحاولش دابا تتوعي الوالدات ديالك تعاود تهضر معاها تقول لها امي هذا وراه الوالده مسكينه على حساب دابا راه هو ما عايش معانا وهو دابا راه على حساب النفقه داك الفيلم
يعني وصلت ماماك دابا النفقه مع هذا السيد باقي ما طلقهاش؟ باقي. اشنو بغيتي تقول ليه؟ ربما كاع يسمعنا، واش شنو بغيتي تقول لهاد السيد؟ واش نقول ليه؟ راكم اداش ليا انا 1.5 مليون ديال ما نوصلوش مع هذا الشيء. شكون ما داش ليا فلوس؟ الوالده قالت لي كانت باغا تطلق منهم تاخذ، ولكن هو دا ليا فلوس، قالت لي رجع لولدي فلوسه وغنطلق. هو دابا ما باغي يخلص والو، ولا خلص هذيك النفقه راه غيخلصها ب1.5 مليون اللي دا ليه. يعني هو دابا العاب هذا الشيء، يعني الا بغى يعطي لماماك النفقه ديالها غادي يعطيها 1.5 مليون اللي قلتي انت داها ليك، غادي يخلص بها ياك. دابا هذا الشافر وغادي يعاود هذا الشيء اللي غادي يدير، هذا الشيء اللي غادي يوقع. انت بغيتي 1.5 مليون ديالك، انا يرجع ليا فلوسي. ما تتنعش على فلوسك وراه كدوز عليك، راه دابا راك تنسي كتخرج كتفكر بها 1.5 مليون. مليون صافي داس عليا المره الاولى صعيبه ياك، السبب اللي فشلات صعيبه فشلت. ما باش فشلت يا ولدي؟ ما كتبقى ديك الشمسه ما كتك حس. هو كنت ديت لي راسك وما غاديش يصبر ليا يوسف، ما غاديش يجي لك حتى للدار وحيح. وانا يا الامن ولابيج وداك الشيء قالوا لي ما تدوي معاه. ما لا ما تدويش، شوف حنا عندنا الامن تبارك الله والقانون، تبع القانون ديالك تاخذ رزقك. انا ما دويش معاه ما والو، انا متبع القانون ديالي تنشوف. واخا المتطلبات ديالك، المتطلبات اللي انت جاي سبحان الله جاي لعندي وتتسناني باش نطلعك في المباشر عبر موقع معكم، اشني المتطلبات اللي انت طلعتي بوجه مكشوف وبهذا الجرأه تبارك الله عليك؟ قلت لي انا استغربت باش يطلع بهذا الجرأة أو يصرح للمواطنين بأن هالي وقع ليا وهالي وقع ليا. تنحييك أخويا، أشني هو الطلب ديالك أخويا اللي بغيتي من الناس اللي حسبتيهم أنت خوتك وبغيتي تشاركهم الهم ديالك؟ كنطلب من الناس يوقفوا معايا، راه باغي نخدم، خلي لهم حتى النمرة ديالي. تفضل أسيدي مرحبا بك. 06 91 96 31 80. أنا دابا راه مريح، باغي نتعاون مع الوالدة، راه الوالدة مسكينة، راه مسكينة، راه عيات عيات ياش. ودابا الخدمه ولات باغا المعارف، راه كندور وهداك الشيء ما لقيتش والو. شنو المستوى الدراسي ديالك؟ خرج من الكاتريام. من الكاتريام ماشي عيبه. اش تدير الخدمه؟ اش تدير في الخدمه؟ وكنت خدامه مؤخرا في هذه اللي حدا ديال الجمارك، كنسوق الكلاك. الكلاك مزيانه ولدي، فحال كتصور؟ 3000 درهم. 3000 درهم مزيانه مزيانه ما تيأرش. كنجمع منها. وانا لا انا خدمت ملي عندي 20 عام. دخلتني الوالده طلبت عليا ودا خدمت داس، وانا بغيت نقلب بلاصه اخرى عيش في ديك الشركه ما فيها تماره. صافي قلبت بلاصه اخرى وكنا غاديين مزيان، وكان الوالده ملي دارت الوالده حتى مسكينه الصراحه، ما عرفاش مسكينه، ما يعني حتى هي بغات مسكينه على حوايج. شوف اخويا بنيته زوينه، هو داخل بنيته الزواج ماشي عيب، ما تلومش الوالده، هو اللي داخل بنيته ديال الطمع. الوالده ما تحقدش على الوالده، لا ما حقدش، مسكينه تزوجات راك عارف ورا فاش مشات على الحاله يا رسول الله. ولكن هو نيته خايبه، هو دابا الطريق اللي غادي بها غادي بها ديال باغي يمشي للحبس، ما غاديش بهذيك الطريق ديال لا. انت كتاكل وكتشرب وساكن في بارطما ودي لي دي لي ساكن معاكم في بارطما؟ بارطما ما كيخلص لك راه لا والو، والو لا ما لا دوله والو. 10000 ريال السباق دخل المره الاولى كان ما عادش كيعطي شي 10000. داك الشيء دابا بينه وبين الوالد انا ما كندخلش، يعني كانت الوالده ديما تتقول لك اولدي فوت عليك راجل، ما تجرحوا لي ما دير لي حتى شي حاجه. صافي في الاخر ما بقى لا عندنا كندويو عادي هذاك الشيء. ولا كان ملي حطيت 1.5 مليون في الدار هو هز عليا بصافي ياك. نتمنى ان شاء الله 1.5 مليون ترجع لك. مشاهدي الموقع معكم، لا حول ولا قوه الا بالله، اللي بغى يتعاون مع هذا الشاب راه حنا درنا الرقم ديالو. والسيد ما تيدويش بالفراغ، راه دار شكايه، راه عنده كل شيء شفناه حنايا، دار شكايه وان شاء الله غنحتم الام ديالو تراجع الاب، تحاول تصنت الاب، لان الاب كاينين بعض الابناء اللي هما تيبغيو الخير، تيعارضوا الوالدين، تيبغيو الخير. ولكن واش انت عارضتيها قبل ما تتزوج؟ واكو كان في خكم بقى مع المراه الاولى ياك. وكان في الخير بقى عارضها. عارضها انا كنشوف هذا دائما الاخ ديالي، يعني الصديق ديالك قال لك بطبيعه الحال عارضها، قال ليها ما تتزوجيش. وراه قلت لها راه ما خلينا ما درنا، راه الله يربي تسمح لينا وصافي. ونتمنى الخير. تفكر ليا بزاف. تفكر ليا عزيز عليك ماماك؟ وعزيز علي، علاش؟ راه هي اللي هازه مسكينه، راه من الصغر وياها كضرب عليا التماره وداك الشيء. ونتمنى الخير، ونتمنى هذا السيد اللي كان مجوج ماماك حتى هو يراجع الاوراق ويجي يعطيك الرزق ديالك كيف ما تتصرح انت. قلتي راه مشى ادى لك 1.5 مليون. نتمنوا الخير. مشاهدي الموقع معكم، كنت معنا في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء، الى بث اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.